بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لجريد 5. في الدرس ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن يونت 1 ليسن نمبر 2. الدرس ده بعنوان ابلكيشن اوف فريكشن، تطبيقات على الفريكشن. احنا كنا شرحنا قبل كده وقلنا يعني ايه فريكشن. الفريكشن هو الاحتكاك، بمعنى ان لو الولد ده مثلا بيتحرك في الاتجاه ده، وبالتالي هي عمال يحتك طول الوقت، او هو عمال يحتك طول الوقت بالارض، والارض دي دايما بتكون in opposite direction. وقلنا ان الفريكشن فورس is always in the opposite direction of motion، دايما بيكون في عكس اتجاه الايه الحركة. لو انت مشوفتش lesson 1 لازم ترجع تشوف lesson 1. Friction force always act in direction opposite to direction of movement او motion، دايما في عكس الحركة. انت لو بتمشي في اتجاه اليمين، فدايما الحاجة اللي بتمنعك في اتجاه الايه الشمال. وان الفريكشن فورس دي is based on the friction between two surfaces، يعني القوة اللي اسمها friction دي بتيجي نتيجة احتكاك two objects مع بعض. when they touch each other this force slow down or even stop motion. القوة دي، القوة اللي بتيجي دايما في وشك دي او مكان ما رجليك بتحتك بالارض، القوة دي عمالة تبطأ حركتك او احيانا توقفك. وكنا شرحنا الاحتكاك ان هو اسمه friction force. ولكن السؤال هنا، هل الفريكشن فورس حاجة مهمة ولا حاجة مضرة؟ يعني ايه حاجة مهمة او حاجة مضرة؟ هل الفريكشن الاحتكاك ده حاجة مفيدة؟ طيب تخيل معايا ان انت مثلا او انت بقى، يعني المثال ده هيبقى على البنات اكتر. لو مثلا واحدة راحت فرح مثلا ولابسة كعب، والكعب ده ناعم جدا من تحت، وهي ماشية راحت الفرح ده وفي فندق، والفندق ده السيراميك فيه ناعم جدا، وصاحبتنا نازلة من العربية والكعب بتاع الشوز بتاعها ناعم جدا ومشيت على السيراميك الناعم جدا، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتزحلق، صح ولا لا؟ هتبتدي ان هي تتزحلق وهتقع والناس تتفرج عليها وشغلانة، صح ولا لا؟ يبقى المقصود هنا ان ايه المشكله اللي خلتها اتزحلقت؟ ان مفيش احتكاك بين الشوز بتاعها وبين الايه، او ما بين الجزمه اللي هي لابساها وما بين الايه وما بين السيراميك، صح ولا لا؟ وبالتالي لو انت ماشي على ارض والارض دي انت مفيش فريكشن، مفيش احتكاك بينك وبين الارض دي، هتتزحلق. وبالتالي الفريكشن مهمه علشان تقدر ان انت تتحرك وتمشي على الارض بثبات. مفهوم الفكره؟ طيب يبقى انا دلوقتي علشان امشي بشكل مظبوط لازم رجليا تحتك بالطريق، او لازم رجليا يكون في نسبه فريكشن، لازم يكون في كميه فريكشن في الارض عشان اعرف احتك بالارض وتبقى رجلي ثابته على الارض، والا لو مفيش فريكشن هتزحلق، اعمل سليبنج داون. خلينا نقرا اكتر عن الموضوع ده ونقول there are a lot of technological applications based on friction. في مجموعه من الاشياء او التطبيقات المهمه جدا في حياتنا معتمده على الفريكشن. طيب هندرس الادفانتجز وهندرس الديس ادفانتجز. كلمه ادفانتجز يعني المميزات، كلمه ادفانتجز يعني ايه؟ يعني المميزات. وكلمه ديس ادفانتجز يعني العيوب. زي ما الفريكشن ليها مميزات، الفريكشن ليها عيوب. خلينا نبدا مع بعض بادفانتجز اوف فريكشن. مميزات الفريكشن، الفريكشن مهم جدا ان العربية تتحرك. تخيل لو في عربية الكاوتش بتاعها ناعم جدا جدا جدا، ومثلا مشيت على سيراميك او مشيت على ازاز. تخيل العربية لو ماشي على ازاز ناعم جدا او على سيراميك او على ارض ناعمة جدا، هل العربية هتمشي ولا هتقعد تتزحلق، تقعد تلف حوالين نفسها؟ يعني انت مثلا لو ماشي على طريق والطريق ده ناعم جدا جدا جدا، هل العربية هتمشي؟ لا، العربية هتقعد الكاوتش بتاعها يقعد ايه؟ يقعد يلف حوالين نفسه، فالعربية مش هتمشي.
العربيه علشان تمشي لازم الارض تبقى خشنه، واحنا اتفقنا ان الراف سيرفيس السطح اللي هو خشن بيبقى عنده انكريز في الفريكشن فورس. وبالتالي ممكن نقول ايه، ان فريكشن بتوين كار تايرز ما بين كاوتش العجل كاوتش العربيه اند ذا رود والطريق هيلبس ذا كار تو موف فورورد. يبقى الفريكشن ده حاجه مهمه جدا ان العربيه تتحرك. طيب فرامل العربيه، نفترض ان في عربيه ماشيه بسرعه جدا، والعربيه دي احنا عاوزين ايه، عاوزين نوقفها. فاحنا دلوقتي الراجل سايق بسرعه عاليه جدا وفجاه لا قدامه عربيه تانية مثلا ولا قدر الله يعمل حادثه، مش هو بيدوس فرامل علشان يوقف العربيه دي؟ طب تخيل ان هو داس فرامل، طبعا الفرامل يعني ايه، الفرامل دي بتزود الاحتكاك جدا، يعني تلاقي العربيه من جوه بدات ايه تحتك المكونات بتاعتها ببعض عشان تبطئ الايه، عشان تبطئ الحركه. تخيل الراجل جه يدوس فرامل ما لقاش في اي فريكشن، ما لقاش في اي احتكاك، ما هو عاوز زود الاحتكاك عشان العربيه تقف. تخيل لو هو عمل كده وفجاه ما لقاش ايه، وفجاه ما لقاش اي فريكشن، هل هيعرف يوقف العربيه؟ لا. وبالتالي الكار بريكس ذات ار يوزد تو سلو داون اور ستوب ذا كار ديبند اون فريكشن. وده بيجي لك في الامتحان كومبليت دايما، يقول لي الكار بريكس دي بتيجي دايما كومبليت، معتمده على ايه؟ معتمده على الفريكشن. يبقى احنا قلنا اول ميزه من ميزات الفريكشن فورس هي ان الكار تايرز الفريكشن بتوين الكار تايرز اند رود هيلب ذا كار تو موف فورورد. نمبر 2 الكار بريكس ديبند اون ايه؟ اون فريكشن. والكار بريكس برضه بتستخدم تو سلو داون اور ستوب ذا كار، بتعتمد على الفريكشن. دي معلومه متكرره ماشي، يعني المعلومتين دول هم واحد بس الايه الملزمه اتنسخت مرتين ماشي. يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه، عندنا الكار بريكس مهمه جدا ومعتمده على الايه، معتمده على الفريكشن. نمبر 4 من الحاجات المهمه جدا ان الفريكشن اللي هو الاحتكاك يعني هيلب اس، زي ما كنا بنحكي عن صاحبتنا اللي راحت الفرح وكانت لابسه شوز ناعم جدا والارض كانت ناعمه جدا اكيد هتتزحلق يعني. فبيقول لي هنا ايه، فريكشن هيلبس اس تو ووك as the friction between our shoes، الفريكشن اللي ما بين رجلينا الشوز اللي احنا لابسينه سوري معلش حد بيجي في سيرتي الفريكشن helps us to walk as friction between our shoes and the ground ايه الموضوع كل ما اقرا الحته دي اكح، كل ما اجي اقرا شوز اند جراوند اقوم كاحي، مش عارف ايه الموضوع ده، مش عارف اكيد في سر طب تعالى نقراها تاني. فريكشن هيلبس اس تو ووك از فريكشن بتوين اور شوز، هسكت بقى عشان ما اكحش، اند جراوند بريفنتس اس تو سليب فروم سليبنج داون. يبقى الفريكشن اللي بين رجليا وبين الطريق ده بيمنعني من ان انا اتزحلق. يبقى انا من مصلحتي ان يكون في فريكشن بيني وبين رجليا ولا لا؟ من مصلحتي يكون في فريكشن بيني وبين رجليا، سوري بين رجليا والارض والطريق يعني. يبقى الفريكشن ده از امبورتنت، فريكشن هيلبس اس تو ووك از فريكشن بتوين اور شوز اند جراوند بريفنتس اس فروم سليمينج داون. طيب نرجع تاني افكركم بالاهميات بتاعه الايه، الفريكشن. رقم واحد الفريكشن between car tires and road help the car to move forward والcar brakes help in slow down and stop a the car. والfriction helps us to walk as friction between our shoes and the ground prevents us from slipping down. طيب هل الفريكشن ليه استخدامات تانية؟ طبعا انت عارف علبة الكبريت اللي انت بتولعها، علبة الكبريت دي انت بتولع ازاي؟ ما انت الوقت بتجيب عود الكبريت وتخلي عود الكبريت ده يحتك بالايه، يحتك بعلبه الكبريت، وبالتالي الفريكشن ده الاحتكاك ده هو سبب ان بايه، ان العود بيولع. يبقى الفريكشن از نيدد فور لايتنينج ماتش، ودي نقطه مهمه جدا وبيجي في الامتحان دايما دايما، بيجي ترو اور فولس يقول لي ذا فريكشن از نيسيسري، كلمه نيسيسري يعني ضروري، الفريكشن مهم فور لايتنينج ماتش.
سوري يعني important for lightning او necessary for lightning match. ايوه صح الفريكشن مهم for lightning ايه for lightning match. طيب ان انا اولع كبريت يعني معنى صح. الفريكشن من الحاجات المهمه جدا علشان تقدر تمسك الحاجات. انت مثلا لو ماسك حاجه والحاجه فيها صابون فالصابون ده بيقلل الفريكشن او فتلاقي اتزحلقت. مش الصابونه ساعات تتزحلق منك؟ الصابونه بتتزحلق منك ليه؟ لان الماده الصابون دي بتبقى الفريكشن معاها قليل جدا وبالتالي بتتزفلط من ايديك او بتتزحلق بمعنى اصح. يبقى فريكشن هيلب اس تو كاتش اند هولد اوبجكتس بيكوز وذاوت فريكشن ثينجز ويل سلايد داون ثرو اور هاند. يبقى الفريكشن ليه ادفانتجز كتير. ادفانتج اهم ادفانتج فيهم ان هيلب اس تو ووك هيلب ذا كار تو موف هيلب اس ان لايتنينج ماتش وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها تعتبر ادفانتجز يعني مميزات. طب هل يا مستر الفريكشن ليها عيوب؟ طبعا الفريكشن ليها عيوب اسمها ديس advantages العيوب. طيب الفريكشن between internal moving parts of machine cause rise in their temperature. من الحاجات السلبيات للاحتكاك او الفريكشن احنا عارفين ان الفريكشن بيزود الحرارة. يعني ايه؟ انت لو قعدت تحك ايدك في بعضها كده او تعمل احتكاك لايدك في بعضها هتلاقي ان ايدك بتسخن صح ولا لا؟ اقعد اعمل ايدك كده في بعضها هتلاقيها ايه بتسخن. فالاجزاء بتاعه الماكينات تخيل مثلا في غساله والغساله دي شغاله مثلا او في عربيه والعربيه دي فيها مكونات من جوه والمكونات دي طول ما العربيه ماشيه فالاجزاء بتاعه العربيه دي عماله تحتك ببعضها فتلاقي بعد فتره ان العربيه سخنت. او مثلا يكون عندك جهاز شغال والجهاز ده بعد فتره تلاقيه سخن. ده بسبب ايه؟ بسبب الفريكشن بسبب الاحتكاك. فمن السلبيات بتاعه الفريكشن ركز كده في المربع اللي انا عامل عليه احمر ده فريكشن بتوين ذا انترنال موفينج بارتس. كلمه انترنال موفينج بارتس يعني الاجزاء الداخليه اوف ماشينز كوز رايز ان ذير تمبريتشر بتسبب زياده درجه الحراره. يبقى الاحتكاك دايما مش حاجه مفيده. الاحتكاك برضو ليه حاجات سلبيه زي ان هو بيعمل رايز للتمبريتشر. التمبريتشر طبعا يعني حراره. طب ممكن واحد يقول لي ايه ما عادي يعني ايه المشكله يعني ان الغساله تسخن او ايه ايه المشكله يعني ان الاجهزه تسخن يعني طب ما لما تسخن تتحرق. ما هو لازم تبقى منطقي برضو. احنا مش من مصلحتنا ان الايه ان الماشينز تزيد او تزيد في درجه الحراره يعني. يبقى if their temperature rise up to more certain limit لو درجه الحراره زادت من لاكتر من المسموح the moving parts of machine are damaged الايه الماشينز هتتدمر and a lot of money is wasted في فلوس كتير هنفقدها لان احنا هنضطر نروح نشتري غساله جديده. continuous cooling بقى التبريد المستمر ده مهم is needed to protect the internal parts of machine from damage. يبقى انا هنا في الباراجراف ده بيكلمني عن ايه؟ ان الفريكشن بيسبب ان سوري الفريكشن بيسبب ان التمبريتشر تزيد وانا مش من مصلحتي ان التمبريتشر تزيد. هو بيشرح لي بقى هنا بيقول لي if the temperature raises up to more than certain limit لو التمبريتشر زادت لاكتر من الليمت المسموح بيه the moving parts of machine are damaged الايه البارتس بتاع الماشين دي ايه هتتدمر and a lot of money is wasted في فلوس كتير احنا هنفقدها لان احنا هنروح نضطر نشتري واحده جديده زي ما كنت بقول لكم. طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ كونتينوس كولينج اعمل تبريد مستمر عن طريق طبعا طرق ما تروحش تدلق على الغساله ميه. لا يعني في طرق معينه للكولينج بيركبوا حاجات هم تعمل كولينج كده زي ما راكب مروحه مثلا راكب حاجه يبقى مش هروح تروح انت تلاقي مثلا الغساله سخنه فتقوم دلق عليها كوبايه ميه تضرب في وشك. كونتينوس كولينج از نيدد تو بروتكت ذا انترنال بارتس اوف ماشين from a from damage. طيب الانجينيرز الناس اللي هم المهندسين design machines in proper way to decrease friction between their internal moving parts to increase their efficiency. قصدهم هنا ان المهندسين دلوقتي بيعملوا الاجهزه الكهربائيه باسلوب ان هي ما تسخنش وعلشان تزود الكفاءه بتاعتهم. طيب
ده درس الـ application of friction، وهو درس سهل جدا. اتكلمنا فيه عن الـ advantages of friction ولا الـ disadvantages of friction، وانا هسألكو اتكلمنا يعني فيه عن الـ advantages disadvantages. هسألكو سؤال وانا حقيقي مستني اجابته في التعليقات. من وجهة نظرك او من وجهة نظرك، احنا اتكلمنا عن مميزات الفريكشن زي ان الكار بتعرف تمشي بسبب الفريكشن، وان احنا الفريكشن هيلب اس تو ووك ولايتنينج ماتش وهول ثينجز وهكذا. واتكلمنا عن عيوب ان الفريكشن بتسبب دمار الاجهزة. تفتكر الفريكشن حاجة مهمة في حياتنا ولا لا؟ ولو انت شايف ان هي مفيدة اكتب لنا انت شايفها مفيدة ليه. انا عاوزك تكتب كومنت ان الفريكشن فورس انها حاجة مهمة علشان بتساعدنا على كذا، او تقولي لا ده هي حاجة من وجهة نظري وحشة علشان هي بتعمل كذا. قولي وجهة نظرك، شايف ان، او ممكن تكتب لي كلمة واحدة بس، ان هي has many advantages ولا has many disadvantages. قل لي ان كانت الفريكشن دي من وجهة نظرك حاجة مفيدة ولا حاجة مضرة. ملخص الموضوع ان انا عاوزك تكتب لي في الكومنت يا ترى الفريكشن مفيد اهو ده الاختيار رقم واحد، ولا مضر ده الاختيار رقم اتنين. اكتبوا لي في التعليقات، طبعا بلاش بالعربي يعني، اكتبوا لي useful ماشي ماشي، او ايه، او not useful او non useful يعني مش مفيد. وانا مستني منكم التعليقات، بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل ان شاء الله في دروس مهمة جدا جاية بإذن الله. ويا رب تكونوا فاهمينها، ويا رب تكونوا مبسوطين، وتفاعلوا معايا في الكومنتس واكتبوا لي هي مفيدة ولا مضرة من وجهة نظركم، مفيدة عشان ايه ومضرة بسبب ايه. وان شاء الله نتقابل في الدرس اللي جاي، في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.